نتابع مع حضراتكم. خليني ارحب بالكاتبه الصحفيه الاستاذه فيبولا بدوي. فيبولا مساء الخير، اهلا بيكي. مساء النور، اهلا بيكي. اهلا بيك، اهلا بيكي فيبولا. قولي لي الكلام والتصريحات اللي خارجه من الرئيس الفرنسي ماكرون، فكره التبادل ما بين الطاقه والكهرباء مع المانيا. قولي لي اخر الموقف ايه، وعايز اعرف عندك في فرنسا الأزمة هل واصلة للمواطن الفرنسي؟ بالنسبة للتبادل طبعا يعني بشكل عام احنا بنحكي عن أقوى دولتين في الاتحاد الأوروبي. نعم. وأقوى دولتين في أوروبا بينهم تعاون وبينهم اتفاق، فرنسا وألمانيا في على كل المستويات طبعا. نعم. فرنسا وألمانيا. نعم. فرنسا العادي لديها أو المعتاد أن لديها فائض في الكهرباء، ولكن بسبب أشياء كثيرة، الكورونا وعدم صيانة بعض المحطات وارتفاع درجات الحرارة أدت أيضا إلى عطل في هذه المحطات التي لم يتم صيانتها بشكل جيد، إلى جانب بطبيعة الحال الأزمة الروسية الأوكرانية. هناك هنا فرنسا التي كان لديها فائض سوف تواجه قطعا أزمة في الكهرباء. هتواجه، لكن واضح انه لغاية دلوقتي مفيش مشكلة عند المواطن الفرنسي، ولا فيه؟ لا لا، مفيش. التأثير هو تأثير آخر غير الكهرباء، يعني بالفعل ارتفعت أسعار كافة السلع لدرجة أننا نتنظر فيما بيننا، يعني هذه السلعة ما علاقتها بالحرب الروسية الأوكرانية. برضو يعني انتوا عندكم فرنسا بيقولوا في نفس الكلام. صدقيني يعني مثلا يعني مثلا علبة، يعني على سبيل المثال علب المناديل الورقية، طيب لماذا يرتفع حتى لو سنتيمات؟ لا هي من الزيت ولا هي من القمح، يعني فطبعا نتنظر طبعا على هذا. يعني الزيت وصل إلى 3 و4 أضعاف، هذا حقيقي، ولكل الأنواع يعني، وبل على العكس، كنا في السابق نختار بين أكثر من نوع، لدينا خيارات عديدة. الآن تقلصت الخيارات وارتفع السعر إلى 4 أضعاف. نفس الوضع بالنسبة لكل شيء يدخل فيه القمح، يعني الجميع يعرف أن فرنسا شهيرة بالكرواسون، بهذه المخبوزات، يعني المواطن بالنسبة لديه ولا العيش الفينو بتاعكم بقى، يا سلام على جماله طبعا. يعني يخرج سريعا أي مواطن، وحينما يقترب من العمل هو فنجال القهوة وأي شيء من هذه المخبوزات. هي تعتمد على القمح والزيت، وبالتالي ارتفع. ليه فنجان القهوة برضو عندكم غلي؟ عندكم برضو أزمة في أسعار لا يعني فين؟ لا لا، البن لسه لسه. طب كويس، لسه نيجي نشرب قهوة عندك. انت تنوروا. لكن كالكهرباء، هل هذا يعني أنه لن تواجه فرنسا أزمة؟ ستواجه أزمة، بمعنى أنها حتى مع هذا التبادل هي لديها فائض من الغاز، ويؤمنها ويتيح لها أن تبادل ألمانيا به وتأخذ من ألمانيا الكهرباء، وليس ألمانيا فقط، ألمانيا هي البلد الرئيسي، ولكن هي تتفق مع بعض بلدان أوروبا أيضا كي تواجه أزمتها. وفي عجالة لابد من صيانة المحطات التي توقفت حتى تستطيع مواجهة هذه الأزمة، ولكن هل هذا يعني أن الأمور ستسير كما كانت في السابق؟ لا. لماذا؟ لأنه في نفس التصريح وفي نفس المؤتمر الصحفي قال السيد ماكرون أن درجات الحرارة، وهي التدفئة المركزية التي في المنازل والتي لا نستطيع الاستغناء عنها، عادة تضبط درجة الحرارة على 22. لا، سوف تضبط الحد الأقصى على 19. وفي الواقع لا يكون أدنى وأقصى إلا في، يعني هي بتكون متبرمجة الصبح في الصباح وفي المساء، فالحد عايزة الجزئية دي 22. الجزئية دي فيبولا، لأنه أنت عارفة كل ثقافة شعوب مختلفة شوي. نعم.
يعني ايه انه يقرر رئيس الدولة انه التكييفات او التدفئة يتم ظبطه على 19؟ طب واللي يزود او اللي يعيش براحته ويخلي، ما انا ما نقدرش يعرف بمعنى ليه. لا ما هو انا في بعض المنازل التدفئة زي ما حضرتك بتقولي اقدر انا ازودها او انقصها. ده لانه سعر الكهرباء هيزيد 30%، فبالطبيعي مش هزودها يعني نكون واقعيين. انا كمواطن مش هقدر على السعر ده طبيعي. في المقابل في مثلا عمارات بالكامل، يعني المكان اللي انا اسكن فيه مركزية. هي التدفئة مركزية في العمارة. نعم. كانت العادي انها 22 سوف تصبح 19. حتى في المولات فرق. حتى في المولات، حتى في المولات ايضا عليها اجراءات اخرى، سواء في احنا حتى الان في تكييف بارد. انه في التكييف البارد اي محل به تكييف لن يغلق ابوابه، سوف تكون عليه غرامه قد تصل الى 750 يورو. لماذا؟ لان فتح الابواب تركها مفتوح ويستهلك عاده كهرباء اكثر، لكن يجب ان يكون مغلق. يجب الحرص حتى حينما يدخل مثلا عملاء لابد من غلق الباب. اذا لم اغلقه انا فلابد لعامل في هذا المحل والا سوف يغرم. ايوه هذه الاجراءات تعني انه بجانب يعني الاكتفاء من الحد المطلوب من المانيا وغيرها، ولكن هذا الحد لن يصل الى الطبيعي بدليل هذه الاجراءات. تمام. طيب لانه لو كانت فرنسا سوف توفر نفس الحد ما كانت هذه الاجراءات، او اقتصاديا الحد الذي ستتبادل به مع ألمانيا وتأخذ كهرباء من دول أخرى عليها أن ضمان أنه سوف يستمر لفترة طويلة حتى تستعيد فرنسا قوتها الكهربائية المعتادة، وبالتالي ستقوم هتبقى التعاقدات طويلة. نعم. وده هيكلف الحكومة الفرنسية مبالغ 12 حوالي 12 هذه الخسارة تصل إلى 12 مليار يورو، وهي ليست بالقليل أيضا. إذا رجعنا بقى لفنجان القهوة عشان تلحقي تيجي قبل ما يغلى، هل ارتفاع الكهرباء 30% لن يعود على كافة السلع؟ هو ده السؤال. يعود. مكنة القهوة بالكهرباء لما دام المقهى او المطعم او اي مكان ستزيد عليه كهرباء 30%، بطبيعي ان هذا سيعود على سعر المنتج الذي يقدمه، والا على المواطن هو على المستهلك. طبيعه الحال. طيب فبالتالي سيكون هناك زياده في سلع كثيره جدا. من امتى تتوقعي في بولا؟ يعني العادي ان هذه الاجراءات سوف تبدا مع بدايه الشتاء. اللي هو الشتاء عندك بيبدا امتى؟ الشتاء يبدا الحقيقه هو يعني بالنسبه للتقويم يبدا 21 ديسمبر، ولكن التدفئه تبدا من 1 اكتوبر في المحال وفي المباني المركزيه تبدا من 15 اكتوبر الى 1 نوفمبر بحسب درجات الحراره، وبالتالي ابتداء من 15 اكتوبر يبدا تدريجيا هذه الارتفاعات. تمام. من الشهر اللي جاي. يقول المواطن الفرنسي مستوعب اللي بيحصل في العالم ومستوعب تاثير ده على الاسعار والضرر اللي بتقع في بلاده نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ متفهم الزيادات؟ لا لا ليس بدرجة كبيرة. يعني المسألة أن المواطن في بعض الأحيان قد لا يشعر بالزيادة رغم وجودها. لماذا؟ لأن يعني المواطن الذي هو
أدنى درجة في الطبقة المتوسطة في نصل إلى الفقر أو ما دونه هو يأخذ مساعدات من الدولة، وبالتالي سوف تزيد هذه المساعدات، ولكن بقية المواطنين سوف يشعرون بها. هل هو متقبل؟ هو يفهم لماذا، ولكن ليس لا يعني غير متقبل غير ولكن هذا يعود الى اشياء اخرى تخص سياسات السيد ماكرون. نعم. بشكل عام. نعم. لانه هناك كانت مطالبات كلنا تابعنا السترات الصفراء. نعم. ضروره. نعم. فرض ضريبه على الثروات ما شابه، وبالتالي هو يتضرر ان يعني الغني لن يشعر ونحن من سيشعر لو كان الطبقه المتوسطه طالبنا به. نعم. ولكن هو في النهاية هناك قاعدة. نعم. أنا من حقي أتذمر، ولكن في النهاية ما تسنه الدولة من قوانين لا يجب علي خرقها، هذه قاعدة لدى المواطن الفرنسي. قاعدة هايلة وتنفيذها وتطبيقها هايلة. ولكن التذمر بحق شخصي، يعني أنا لا أقبل. نعم. الزيادة، ولكن حينما يكون هناك الزيادة يجب علي دفع الفواتير، الالتزام بالقانون. يعني هذه قرارات الدولة. تمام. طيب. نعم. فبولا خليني مكملة معاكي، لأنه الحقيقة احنا هنا بنتكلم بلغة وصل الناس. وانتي بتتابعي، أنا هنا مش بتكلم. نعم. بقى على المواطن الفرنسي أو مدى التأثير، وعرفنا الزيادات هتكون في حدود زيادة 30% على الطاقة على المواطن الفرنسي، لأنه ده هيسمع معاه لما تبقى موجودة في المحلات و إلى آخره، يعني بمعنى أدق إنه السلع كلها بما فيها الطعام هتزيد بنسبة 30%، مش كده برضو؟ نعم. نعم. يعني الحياة بشكل عام لسبب نتحدث عن الشتاء، الشتاء ليس كالصيف، الصيف التوقيت الشتوي سيعود، الناس تعود من منازلها وأوقات عمل، هناك برودة في الخارج تلتزم المنزل إلا في صباح يعني أو مساء يوم السبت وصباح الأحد، وبالتالي في المنزل استهلاك الكهرباء بشكل عام. سواء إعداد الطعام سواء التلفزيون، يعني هو كل اللي عنده بالكهرباء. الكهرباء. نعم. حتى ست. نعم. البيت في البيت. بخلاف الصيف. بخلاف الصيف. الصيف الناس في الخارج مسافرة. انا اتحدث معك والشمس لازالت مشرقة. فانا. نعم. لا احتاج الى، ولكن في الشتاء ابتداء من الساعة الرابعة احيانا. نعم. بسبب الغيوم. صحيح. نبدأ في اشعال الكهرباء يعني. صحيح. فطبعا. صحيح. هي فترة صعبة مع البرد والمطر والتلج والحاجات الجميلة، فترة صعبة بالنسبة للمواطن كاستهلاك كهرباء وزيادة اسعار الكهرباء فكرة وأسعار التبادل هنا اللي طرحها الرئيس ماكرون مع المستشار الألماني ممكن تبدأ امتى؟ هل تم تحديد؟ هل هناك لم يتم تحديد تاريخ، ولكن قيل ان خط الامداد للغاز سوف يتم الانتهاء منه خلال الاسابيع القليله القادمه، بما يعني ان التبادل سوف يتم فور الانتهاء من انابيب الغاز التي سيصل بها الغاز الى المانيا. تمام. بس ولكن طبعا ألمانيا تقدر، يعني إذا ما احتاجت فرنسا إلى طاقة قبل هذا، ولكن لا نعتقد بحسب ما نرصده أن فرنسا تحتاج خلال هذه الأسابيع إلى الكهرباء، وبالتالي سوف يتم التبادل بشكل تلقائي للسلعتين الغاز والكهرباء في وقت واحد. وزير الطاقة الروسي صرح وبيقول فيبولا أنه علشان أوروبا تقدر تتخلى عن الغاز الروسي ده مش هيكون قبل 2027. هل الكمية طبيعي اللي هيتم تبادلها مع ألمانيا تكون كافية لسد العجز في فرنسا؟ لا، هي ستكون بشكل دائم. أيضا هناك يعني حلول كثيرة، دائما هناك خطة ألف وب وجيم. حلول كما الأخرى. ذكرت هناك التبادل، إصلاح بشكل سريع كافة محطات الكهرباء للكهرباء. نعم. أيضا بشكل سريع جدا تفعيل كافة المشاريع الخاصة بالطاقة الشمسية، يعني المسألة لا تقف عند هذا التبادل، وإلا السيناريوهات الأخرى عند ألمانيا طبعا. أي. هي عملية ستحدث حتى يتم تفعيل إجراءات أخرى. تمام.
بشكرك فيبولا، شكرا جزيلا.